ننظر كيف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بنقل ما قاله، وإنما زادوا على ذلك بأن نقلوا صفة قوله بأنه عليه الصلاة والسلام كان يمد التسبيح. فالصحابة رضوان الله عليهم نقلوا أقوال النبي وأفعاله وهيئاته وصفاته، بل نقلوا سكونه وسكوته وأقاريره عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم قد صدقوا الصحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لهم فضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنقل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاه به، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.